تقدم مؤسسة شهيق زفير الرعاية الكاملة لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عبر خطوات تسهم في وضعهم بسوق العمل. راما واحدة منهم تم تدريبها على مهنة تصفيف الشعر للسيدات لتمارس حياتها بشكل طبيعي. أهلا وسهلا فيكم. أنا اسمي راما محمود زاتي. أنا جاي على الصالون حنا سمدي علم سمدي على الشعر. بحب أرسم، بحب أسوي فراشات، بحب أسوي فيه. صافي يعمل في محل تجاري لبيع المواد الغذائية، تم تدريبه من قبل مؤسسة شهيق زفير للاعتماد على ذاته في إدارة المحل وتقديم الخدمات للزبائن. وفيها بديلة بتاس هذا اسمه شيء أشتغل أوكي سلاتة حري. خطوة تؤكد مدى الإنجاز الكبير الذي حظيت به مؤسسة شهيق زفير كونها تقدم تدريباتها العملية والنظرية معا. صراحة نحن اعتمدنا الموضوع ان نحن ندخلهم بسوق العمل، ادخلهم ودخلهم سوق العمل بحيث ان هن يعطوا مواهب كثيرة، يعطوا امكانية كثيرة. هلا نحن بصراحة بيني وبينك وصلنا للموضوع، صرنا عم نشتغل عليه تقريبا اكثر من شيء بحدود اكثر من سنة ونص او سنتين تقريبا. هذا الموضوع يعني هذا احد الواجبات اللي نحن موجوده معنا بالعمل تبعنا، مفصل العمل تبعنا. صراحه القدرات اللي عندهم كثير كبيره، ما بتقل عن اي بني ادم ثاني. الطاقه الايجابيه اللي عندهم اياها يعني بتعبي بقلب الواحد بالفرحه. اصرارهم وقدرتهم على الانخراط في المجتمع رغم اعاقتهم وادخالهم بسوق العمل تؤكد بان لا شيء مستحيل مع الاراده. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب.